If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. لو مش هتقدر تزرعه أو تصنعه فأنت لازم من باطن الأرض تستخرجه. لو لاحظنا على مر العصور اختلاف الحضارات هي بالظبط الناتج المستخرج من التعدين. مثال العصر الحجري، العصر الحديدي، العصر البرونزي، والعصر النووي. أعمال التعدين بتمر بأربع مراحل: استكشاف، تخطيط، عملية استخراج المعادن، وفي الآخر إنهاء عمل المنجم. في الأول إيه هو الاستكشاف؟ هي عملية اكتشاف المعادن ذات قيمة عالية إذا كان على سطح الأرض أو بداخلها. علشان نبدأ بالاستكشاف لازم الأول يكون عندنا ترخيص الأرض اللي هيتم عمل الاستكشاف فيها. في معظم بلاد العالم المناجم ما بتكونش ملك للأفراد. مثال أستراليا، كل المناجم ملك للملك حتى لو على أرض شخص. رخصة الاستكشاف في منها نوعين. النوع الأولاني اسمه براون فيلد، ودي انه بيكون فريق من الاستكشاف في جانب منجم من المناجم عن طريق اتنين من الجيولوجيين بيروحوا بسيارة ويبدأوا يستكشفوا المكان. أصغر مساحة ممكنة للاستكشاف في البراونفيلد هي 1 بلوك، وللعلم 1 بلوك بيساوي 3 كيلومتر مربع، وأقصى مساحة ممكنة هي 70 بلوك. النوع الثاني من رخص الاستكشاف اسمه الجرين فيلد، وهو بيقوم فريق بالاستكشاف في أماكن نائية، وبيكون طبعا محتاج طيارات للنقل وفريق من الجيولوجيين وأكيد أكل وشرب بسيط معهم. ممكن تصل المساحة الممكنة للاستكشاف في جرينفيلد إلى 200 بلوك، أي ما يساوي 600 كيلومتر مربع. كده خلاص معنا التراخيص، يلا نبدأ ونشوف خطوات الاستكشاف. أول مرحلة في الاستكشاف هي الجيوفيزيكس. جيوفيزياء هي كلمة من جزئين، جيو وفيزياء، وظهر المصطلح ده لأول مرة عام 1885، وهو العلم المتخصص بفيزياء الأرض وجوها زي المحيطات والزلازل والبراكين ومغناطيسية الأرض. ده يعني إن هو العلم اللي منه نقدر ناخد قياسات من وعلى سطح الأرض في معظم الأحيان من غير ما نحفر حفرة كبيرة. الجيوفيزياء هي عبارة عن أشعة إكس راي لما بباطن الأرض، مثل تكوين الصخور وإزاي اتجمع. زي ما قلنا كده أشعة إكس راي، زي ما كل واحد مش عارف إيه اللي في عظمه فبنضطر نروح لدكتور عشان يعمل لنا أشعة إكس راي بيبين لنا إيه اللي جوه الجسم. بخلال الجيوفيزيكس تقدر تتعرف على كل أنواع الصخور المتواجدة في باطن الأرض، إذا كان الذهب، نيكل، حديد وهكذا. بعد ما بنبدأ ناخد صور للصخور، الجيولوجي بيدينا المعلومات فين الصخور بالظبط وأنواع الصخور إيه. بيبدأ شغل الجيوفيزيائيين على الأرض بعد رؤية التواصل بين أنواع الصخور في عمق الأرض باستخدام أكتر من تقنية، عن طريق الجاذبية والمغناطيسية والإشعاع والطرق الكهربائية والكهرومغناطيسية واختبارات الزلازل. اختبارات الزلازل هو انك بتعمل هزة قوية في الارض، ونتيجة الهزة دي بيكون في زي ثقب او حاجة بيبدأوا يحطوا زي فلويد فيها، وهيبان هل الفلويد ده هيمر بسرعة ولا ببطء حسب اختلاف الصخور المتواجدة، هل هتنعكس ولا لا. برضو من خلاله بيقدر يحددوا انواع الصخور، وبعد كده بيعملوا رسمة ثلاثية الابعاد للارض. طبعا بكل التقنيات المختلفة اللي قلناها بنجمعهم كلهم مع بعض، وبنجمع الصور بتاعتهم ونحطها مع الخريطة الجيولوجية للمكان، واللي بناء عليها خبير جيولوجي يقدر يحدد الأماكن المستهدفة أو المتوقع وجود كثير من المعادن فيها. وبعد كده بنتجه إلى المرحلة الثانية من الاستكشاف، واللي هنشوفها في الفيديوهات الجاية اللي هي الجيوكيمستري. نتمنى من يكون الفيديو عجبكم وأضاف لكم معلومات جديدة، وانتظرونا في عالم التعدين.